تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. وقبل هذه المباراة الهامة جدا ما بين الأهلي والوداد في ذهاب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا، أكيد مهم يكون معانا آراء بعض النقاد الرياضيين المغاربة، لكن بالتحديد معايا حنان الشفاع أحد الصحفيات المغاربة. حنان برحب بيكي في البداية، وأكيد هي مباراة هامة جدا وقوية جدا ما بين الفرقتين، خصوصا إن هي خلاص مباراة في ذهاب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا. اهلا بك زميلي امير، اهلا بكل اوفياء قناه الاهلي سواء في المغرب او في مصر. الاكيد ان المباراه قويه وقويه جدا، هي بطبيعه الحال نهائي لا يشبه كل النهائيات، يجمع بين فريقين لهم شعبيه كبيره سواء الاهلي في مصر او الوداد في المغرب. في اعتقادي ان المباراه ستلعب في جولتين، جوله في هنا في مصر وجوله ستكون حاسمه في الدار البيضاء. بطبيعه الحال كمغربيه اتمنى ان يفوز الوداد بثاني لقب افريقي له بعد لقب 92 اللي كان فاز ضد على حساب فريق الهلال السوداني. فريق الاهلي المصري بدوره يتطلع الى الفوز بالتاسعه، اذا طموح واحد سواء للاهلي سواء للوداد. نتمنى ان تكون مباراه الغد ترقى بسمعه الفريقين، ترقى بكل ما ينتظره الجمهور العربي. سنعرفوا ان كل العرب متشوقين لهذه المباراه وغيتابعوها بشغف كبير. تنظن ان كابتن الأهلي سيراهن على الهجوم لأنه يريد أن يحسم النتيجة مبكرا أمام أرض وجمهوره، فيما الوداد سيحاول أن يباغت ويسجل هدفا يسوى شيء الكثير في المغرب. في اعتقادي أن المباراة ستكون قوية وقوية جدا وستلعب على جزئيات، ومن يتحكم في نفسه جيدا من يلعب المباراة إلى الآخر ليس هنا في المغرب، ليس هنا عفوا في مصر بل في المغرب، هو الذي سيكون فائزا. وبغض النظر عن الفائز، الجميل أنها رباعي النهائي كان ربع النهائي كان عربيا واللقب سيعود مجددا الى العرب. اتمناه مغربيا، واكيد ان كان اهلاويا مصريا سنقول مبروك بكل روح رياضيه. احنا نتمناه طبعا اهلاويا، لكن برضو عايز اسالك عن الصحافه المغربيه ازاي بتتناول هذه المباراه. الاكيد ان الصحافه المغربيه تحترم الفريق الاهلي المصري لانه فريق معروف ليس فقط على صعيد العالم على صعيد العرب او افريقيا بل العالم كله. نحترم الاهلي، نحترم تاريخه، نعرف انه بحمولته التاريخيه سيكون غدا في المباراه وكذلك في المغرب. الاهلي لن يصل الى النهائي من اجل المشاركه ولا من اجل اللعب النهائي، وانما للبحث عن اللقب. وكذلك الوداد، الوداد عليه ان يعوض لقب نسخة 2011 اللي وصل إلى النهائي، وكان من حسن الصدف أنه في دور المجموعات مع فريق الأهلي المصري كان وصل إلى النهائي لكن خسروا أمام الترجي. الآن الفرصة مواتية لهذا للمدرب حسين عموت، المدرب الشاب اللي يعتبر أول مدرب مغربي يصل إلى نهائي دوري أبطال العرب، الفرصة له لكي يدخل إلى التاريخ بجانب زملاء إبراهيم النقاش. نتمنى كل التوفيق للفريق المغربي، وكمغاربة كل نساند المغرب كإعلام وكجمهور. غياب أمين عطوشي ممكن يكون مؤثر شوية على فريق الوداد؟ الأكيد أن أمين العطوشي لاعب وازن في تشكيلة فريق الوداد، لاعب دولي في صفوف فريق الوداد، ولكن دعني أقول لك أن الفرق الكبيرة لا تعتمد على لاعب واحد. أكيد أن العطوشي يغيب عن جولة الذهاب لكن سيكون حاضرا إن شاء الله في جولة الإياب. حسين عموت جهز بديله، نتمنى أن يكون بديله في المستوى ويستطيع أن يحد من تسربات الهجومية لفريق الأهلي وخاصة للمغربي وليد أزارو. توقعاتك النتيجة؟ اعتقد نتيجه صعب تكهن بها هنا في الاسكندريه، لكن الوداد سيحسمها ان شاء الله في المغرب. شكرك. الشكر ليك، واحيي جمهور الاهلي وجمهور الوداد. طبعا هي توقعت ان الوداد هيكسب، لكن ان شاء الله احنا توقعنا ان الاهلي هو اللي هيكسب، وان شاء الله يقدر ان هو يفوز بالبطوله دي، يقدر يرجع بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله لدولاب بطولات النادي الاهلي بعد غياب. اكيد ده كان لقاء مهم جدا نعرف من خلاله اراء الصحافه المغربيه قبل هذه المباراه.